بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على رسوله الذي اصطفى، وبعد، فنتقدم بالشكر الجزيل إلى الدكتور تمام كيلاني وإلى جميع الإخوة في اتحاد الأطباء والصيادلة العرب في فيينا. هذا الصرح الكبير الذي يعودنا دائما على النخوة والفزعة والعمل الأشياء الكبيرة والعظيمة لمصلحة أمة الإسلام. حقيقة أمة الإسلام تمر في نكبة ومأساة كبيرة، من المغرب إلى ليبيا إلى غير ذلك، فنقول إنا لله وإنا إليه راجعون. الأمر ليس انتقام ولا شيء من الله سبحانه وتعالى، إنما هو ابتلاء ليرفع درجات كثير من الناس إلى مراتب الشهداء، وكذلك ليبتلينا نحن البعيدين عن هذا الموقع في ليبيا والمغرب، هل نكون يعني نقدم شيء لهؤلاء الإخوة ولا لا؟ نعم، هناك المبتلين يعني شيء كثير، دماء وأشلاء وظروف صعبة جدا، مستشفيات ما فيش، ظروف قاسية جدا، ولا زال الناس يستنجدون بإخوانهم من الخارج، والأمر ليس واقف على ليبي ولا مغربي، إنما واقف على كل مسلم وليس حتى عربي. فالحمد لله كان اليوم عشاء خيري طيب وممتاز، وجمعوا المبلغ الطيب إن شاء الله، وأسأل الله يكون يعني كثير، فليصل عن طريق أيدي أمينة وثقة إلى المتضررين في المغرب وليبيا. جزاكم الله خير جميعا، أسأل الله يقدركم على الخير دائما، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتورة ربيعة، أخصائية جلدية وتجميل. اليوم صراحة كان يوم مميز عندنا، كان مجموعة الأطباء تبرعنا بعشاء عشاء خيري لصالح المتضررين في ليبيا، كان ببادرة من رئيس الاتحاد الأطباء الدكتور تمام بارك الله فيه، والمجموعة كلها تعاونت معاه، كان الحضور طيب، ونتمنى أننا نكون استطعنا أن نقدم ولو شيء بسيط لإخواننا في ليبيا، لأن فعلا المصاب جلل والكارثة كبيرة فعلا وتحتاج لتكافلنا جميعا. أسأل الله أن يتقبل مننا ومن كل إنسان تقدم معنا اليوم في هذا العشاء الخيري. شكرا لكم وأعطيكم العافية. بداية شكرا جزيلا للاتحاد الأطباء والصيادلة العرب برئاسة الدكتور تمام، اللي عودنا فعلا أن يقيم مثل هذه المبادرات الإنسانية حقيقة، التي ترتقي إلى الوقوف إلى جانب الأخوة الليبيين المنكوبين في مدينة درنا، درنا التي تسمى درة الساحل، ودرنا التي تعرضت في تاريخها إلى غزوات كثيرة من الاستعمار من أيام الأغريق، وحتى آخرها كان الاستعمار الإيطالي. هذا يؤكد على مكانة درنا وأهمية درنا من الناحية الجغرافية حتى من الناحية المادية. فدرنا يعني منطقة حتى فيها ينابيع يقال، وحتى هذه السدود اللي محيطة فيها كان فيها مناطق أيضا خضراء محيطة فيها. درنا هذه المنطقة الآمنة، سكانها الآمنين المؤمنين حقيقة، هم ينتمون إلى يعني جلدتنا، هم عرب مثلنا حقيقة، فواجبنا أن نقف إلى جانب هؤلاء الناس المنكوبين الذين فقدوا يعني عائلات بأكملها ذهبت، ويعني في هذا الإعصار الذي يعني ذهب، يقال كما سمعنا الآن من المتحدثين أنه أكثر من 10,000 إلى 20,000 مفقود، لا زال يعني منهم ناس في البحر ومنهم ناس في تحت الأنقاذ. فواجب الوقوف معها، مع درنا، مع أهل درنا، مع الناس المنكوبين، هو واجب وطني، واجب قومي، واجب ديني، واجب أخلاقي فعلا. وشفنا حقيقة الناس اللي موجودين الحمد لله كان في إقبال حسب إمكانيات الناس يعني للتبرعات لكي تصل، والتي نأمل فعلا والتي ستصل بإذن الله، هي بأيدي أمينة وواثقين من هذا الموضوع، ستصل إلى تبلسم حقيقة أقول يعني بعض الجراح من أهالي درنا. شكرا جزيلا للمرة الثانية طبعا للدكتور تمام، وشكرا للأخ طلال اللي دائما عودنا على أن يغطي هذه الأنشطة والفعاليات بعدسته وبكلمته الجميلة والرائعة. أقيم هذا المساء عشاء خيري لصالح المتضررين في ليبيا وخاصة مدينة درنا، حيث قام اتحاد الأطباء والصيادلة العرب بهذا النشاط كعادته
عندما تحدث مشكلة أو حادثة أو كارثة في البلاد العربية يسارع الاتحاد لأن يقدم واجبه الإنساني والقومي والعربي في هذا المجال. وللأسف الحوادث أو الكوارث الإنسانية كثيرة في البلاد العربية، لذلك يعني كنا محتارين شو بدنا نعمل، ولكن باعتبار أنه حادثة دارني وحادثة ليبيا يعني كانت حادثة مؤثرة جدا، وشفنا اللي كلياتنا شفنا بالتلفاز وبالصحف شو صار، لذلك قرر اتحاد الأطباء والصيادلة العرب أن يقوم بهذه الاحتفالية. فدعونا الأصدقاء والزملاء والأخوة الليبيين والأخوة العرب لهذه الاحتفالية، والحمد لله حدث أنه يعني كان في حضور مميز لهذا العمل، وإن شاء الله يعني بيوصل المبلغ لأهله المحتاجين هناك في ليبيا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الدكتورة انتصار رجب الصالحين، دكتورة صيدلانية مقيمة في النمسا من فترة، وكان اليوم عندنا حضور اتحاد الأطباء والصيادلة العرب عاملين عشاء خيري لجمع التبرعات للكارثة التي حصلت في درنة، كارثة سقط فيها يعني آلاف أكثر، يعني تقريبا 20,000 موتى وعشرة ولا أكثر من 10 مفقودين، يعني لم يسبق لها مثيل في ليبيا يعني. وللأسف الشديد الضحايا بأسرهم بأولادهم بأحفادهم، يعني تلقى عائلة بيت كامل متكون من الأب والأم وأولاده وأحفاده وأزواجهم. يعني إحنا النظام في ليبيا عندنا في بالأخص في درنة عمارة كاملة، عائلة كاملة تكون، الأب يسكن في البيت ويعمل لأولاده شقق فوقه. فالطوفان نتيجة لانهيار السد اللي موجود في درنة، أكثر هو سد وجسور، فمع الأمطار والناس مش واخدة احتياطاتها، فللأسف الشديد راحوا ضحايا كتير. وبكل ألم يعني نحكوا هكي، لكن للأسف الشديد الضحايا ما فيش أي كلام ممكن يقدر يعبر عن شعورنا اللي نحسه به، لدرجة إن حتى أو منشوف في الفيديوهات معش نقدر نتحمله المآسي الإنسانية اللي صارت غادي. والله المعين يعني حاولنا بقدر الإمكان تجميع مبالغ في هذا الحفل الخيري، العشاء الخيري، تجميع مبالغ لمساعدة أهلنا وأحبابنا اللي سقطوا في هذه الكارثة الطبيعية.